بتنظيم عدد من الجمعيات الخيرية. يقيم أبناء الجالية السودانية هنا في النمسا في المركز الإسلامي في فيينا، يقيمون بازارهم الخيري هذا لدعم المتضررين من الأهالي في السودان نتيجة الحروب المستعرة هناك. وعندنا يوم سوداني لمتضرري الحرب في السودان، ودي معروضات سودانية، عطور وحنة ملابس. واليوم مشاركين في معرض أو سوق الخيري لصالح السودان، نتمنى إنه نكون عكسنا وجه السودان بالذات في الظروف الحاصلة في السودان وظروف الحرب وكده. السوق أصلا مقام بسبب ده، يعني بسبب ظروف الحرب ومساعدة الناس المضرورين من الحرب في السودان. أنا آخر من أتى إلى فيينا من الحرب، يعني أنا مرتب في الحرب، يعني الحرب الأخيرة، الحرب الأخيرة. يعني أنا خرجت من السودان 22/4، وصلت هنا 24/4. كنا جليت أنا وأسرتي مع الألمان إلى برلين وأداك إلى فيينا. الحمد لله أنا مستقر في فيينا. لكن هذا اليوم حقيقة يعتبر يوم مميز. ليه؟ لأنه بخص السودان بلدي والمحنة اللي يمر بها السودان، وطبعا مرت بها دول سواء كان العراق، سوريا، اليمن. فأجمل ما في هذا اليوم هو تضامن الشعوب العربية. نجد السوريين والسوريات، العراقيات والعراقيين، المصريين والمصريات، تلاحم جميل يعني. وده يذكرنا الزمن اللي جئنا فيه في أوروبا في السبعينات، وأنا من جيل الاتحاد السوفيتي، كانت هنالك جملة تقال يا شعوب العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المهندس زياد خرفان، مدير جمعية تكافل. نشارك اليوم مع بقية الجمعيات الخيرية بالتعاون مع المركز الإسلامي في فعالية مهمة جدا، وهي سوق خيري يعود ريعه إلى أهلنا وإخواننا في السودان. السودان تمر بنكبة شديدة وبحاجة تضافر الجهود حتى نقوم بمؤازرتهم. مشاركتي في السوق الخيري لمتضرري الحرب في الخرطوم بأكلاتنا الطبيعية التقليدية. العائد كله بإذن الله تعالى هيتحول، هيمشي للسودان، هيترسل للسودان. أيوة هيترسل للسودان بإذن الله تعالى. وإحنا من هنا بنشكر كل الجاليات العربية الإسلامية، حتى اللي ما إسلام، الناس يعني منظمين والمشاركين في البازار، بنشكرهم جدا على دعمهم وعلى تعاونهم معنا ووقفتهم. أهلا بكم. أنتوا الآن معانا هنا في الكورنر بتحت القهوة السودانية الأصلية التقليدية، اللي هي أن إحنا عادة بنشرب القهوة بهذا الإناء بنسميه الجبنة. يعني الأكل والشراب والكيك وكل حاجة معمولة بطيبة نفس، يعني فعلا أي أخت هنا لينا أسبوعين وإحنا بس مع بعض على التليفون، وإيش هتعملي وكيف هتعملي وكيف هتعرضي، يعني فعلا كله لأجل السودان، كله لأجل أهلنا وأخواننا ولدعم البلد يعني. وحتى التحف يعني ما قصروا، إنه حابين يجيبوا حتى التحف من البيت أخذوها وجابوها عشان نعيش الأخوان هنا جو سوداني ويعرفوا حاجات وتقاليد عن السودان. طبعا زي ما كما تعرفوا أنه الحرب في السودان يمكن الآن قاربت الشهر السابع، يعني الآن في نهاية الشهر السادس، ويعني آثار مدمرة واضحة، المواطنين نزحوا وكثير قتلوا، والدمار حاصل في كل المناحي بتاعت الحياة وفي المؤسسات الحكومية، إضافة إلى العلاج ما متوفر، كثير من الناس فقدوا أرواحهم بسبب عدم توفر العلاج. نحن الآن بصدد عمل بازار لصالح السودان، لصالح الجرحى، لصالح المحاصرين في الخرطوم، لصالح المتضررين من الحرب، لصالح الناس اللي للأسف بتموت إما بالجوع إما بنقص الإمدادات الطبية. والآن إحنا أمام المركز الإسلامي في فيينا، وحيمشي ريع هذا يعني البازار كله للسودان إن شاء الله. والسوق الخيري عبارة عن معروضات تعكس ثقافة السودان، تاريخه، الآثار الفنية اللي موجودة عندنا هنا في السودان، الموجودة في السودان طبعاً، إلى جانب أشياء أخرى للبيع. والمعارض طبعاً دي أهميتها الأساسية، لأنها تبدأ يعني تعرف الناس ببعض،
في هذا المضمار نحن نشكر جدا المركز الإسلامي اللي أتاح لنا إنه نقابل 4 منظمات عالمية تعمل في مجال الإغاثة وتبادلنا الخبرات من ساحات المركز الإسلامي في فيينا لقناة إنفوغراد النمسا ميديا أدهم اللي.